اسمي أخايا مصطفى توم أمي سادية جمعي قاعدة في كارتشي دنجيسو سامي أنينا أبوي قزامي الواي وأمي قزامية رجائية كلهم نفس النفس النفر وقشم بيتهم شكشك كلنا قزام أنينا أبوي قشم بيته قزام ولاد ألي أمي قزام رجائي سامي أنينا ناسنا بدايتهم ناس آتية لكن هسه حاليا ساكنين من جدودنا جوا اللو ده أبوي دول في ترابنا مساجد من مساجد قدام برا شيء هلا وهذا من مساجد قدام كارمي من كارمي برا في البادية ده هلال أنا أبوي دول وأمي دول كلهم مساكنين هنا لكن أزبطهم آتي البطة والله ما أهلي لكن اللاقينا بيا أنينا أولين بالأولين أبوي مرك ساكن في جنوب في التراب أنا في أنجا وأنا دسوني لأخوي والإمي بكرا تهابة وأنا معي مستفقنا مرق منا وزول ده زوجاني هنا لكن هو من أرب أنا أم التيمان وساكنين في مهاجر أنينا معاهم ما أسرة مش الكي والله عرفت طول قريب 10 سنة تقريبا أنا عرفت عندي مشكلة أنا والودة وأنا عندي وجع في الرحم عندي وجع في الرحم بعدنا آلي نشيل دواء شيء آخر بعد ما نشيل دواء أنا تعباني لكن من السنين ده السنة ده تعباني زيادة أول ده عندني نفتش دواء برا وبعد ده راجلي ذات خلاص قروش النار أكلت وشنو ما قدر القرج لكن السنة ده أنا تعباني شيء نعرف الرهم أنا بوجاني وطارت اللبتان ده هنا طارت هو كله قدرت ده سوا ده بقورو بسي ده بقورو بسي ما قصر لكن أول دنيته بخرجني برا عشان نمشي نشوف كيف الرهم أسا الوالدة ما خوفني زيادة مش للرهم هكي ده وجه هكا هسا حاليا أنا عارفين تمام إن ده مخافة في دقيقة ده بوجاني في شهر ما بتم بس وجه هكا شديد والسنة عنده تقاير خلاص في مكانين الداخل ده كله قاعد نهس الوجه هسا السنة سنتي ده أنا تعبانة مرة عندي هسا تقريبا 20 يوم ده أنا في اللبتان ألمي كي كنين أنقدو هسا كله نشرب كي الحمد لله دم هسا أنا لقيت الكلام ده جيت خلفه الله والله إحساسي ده قاعد نشوف نفسي ده أنا ناقصة منهم بس ولا نقدر نكلم معهم كلام وإحساسي ده شنو أخوي بتان كان قاعد كله يفكر بس كم شفتهم هم بإيالهم نفكر كم مناسبة أنا إجا نفكر كان قاعدة ديا أنا كن هسة نفسي ده إن دي دقيقة زمان ده شي أنا أشمعنا نقول اليوم نجيب أمباكر نجيب نسي إلاج لكن هسا حاليا ده أنا قاعد نشوف نفسي مثل أنا بتم ما إن دي صغير ده كان قاعدة كله نتضايق بس كان قاعدة ذاتك كلامهم هم بهجوا كله أنا ما بعجبني هم ذاتك ما بقدروا كي بعرفوني أنا كل مرة مشيلهم بيشوفوني أنا ناقصة منهم ذاتها وهم ذاته بقدروا نزوا هادين بالفقر وبالإيال مش اللي إنت تشري شراي وقصر ما قدر بيته مش ده هي أنا دي قاعدة بس لكن هي في أهلك ده ما بقدروا إنت بقولوا هوان ما بقدروا بقولوا كي لكن بس إنت بنفسك ده تهز نفسك إنت ناقص من الأوينسي صغير ما في ده مشكلة كبيرة أول ما نهز أنا ما قدر قاعدة ده أول زمان بس يوم ذهاب صغير شيء كان شفتني ده ما ده قدري هسا أي زول بيشوفني ده بقول إنت مالكي وإنت مالكي لكن أنا قلت بس إنتوا ما تسألوني أنا مالكو تسألوني أنا من مشكلتي الفوق يا الساعة قاعدة بها أنا تعبانة خليها تن أي زول ما بيدورني أهل فامي أنا باترو ذات ما بيدوروني نهائيا أنا ولد ما بوجاني لا ما بوجاني أنا بوجام هم خلي سلام ساكت ده زول يخش في لب البيت ما يسلم من أنا ما ولد بس أنا نهاية قال نشيفة ده أنا ما نجيب صغير ده أنا كن خلي راجل ذات نقص ساكت كل آخر والله المهم بعد إرف ما وجعني وما هج لي كلام مر وهو كله بيقول لي أصبري أنا كان لقيت قروش ديت الآلجي وعلى بد أن أنت دابة لساك صغيرة تجيبي صغير الوجعان ده ما الفامي هكا بس ما الفامي هكا بس الفامي هكا داك أنا ما ولد هو ذاته عنده ماي مشكلة هو ذاته عنده ماي مشكلة لما أنا ما ولد خليه أنا هو ذاته بيشاكله وما بيدوره عشان هم بيدوروا كلي انا ده بخليني بس ما ادري نقعد في البيت ده مصر قاعده خساره ناكل ونشرب ده بس قاعده خساره ما يدوروا لكن هو بيقول ما انجب الصغير ده من الله لكن هو عنده عيال عياله صبيان هسه البيوت ضارين كده دول كل عياله هسه بيجوا من الاكل
على السنة بدخل بسوي باكل فيه وأسا أخذ مرة تانية أخذ هسه مرة أنجبت مرة ما تلدى مرة ما تنفع كان ما هوانا كل بقوله هوانا الفامي لكن هو كلام مر ما تكلم ومر ده كان يوم جاكله في الظروف ما أدري مر أنا هو كيف بس أنا ما أنجب صغير ده ما سوى ها أنا كان مر لي ما أدي أزات أنا بنفسي شفت مر لي عشان قلت أنا ده ما أدي ده ذات مر وخسارة ومن الآخرين فامي حقا ما بيدوروني بعد منهم ده ما بيدوروني هو ذاته ما بيدوروا بشاكله عشان يخليني هو بيقول الأنجاب من الله كان هي ما قاسلها أنا عندي إيال وهي ما عندها المرة دي من الزواجوها ده ما إلي عشان تأنجب قبل كان ما أنجبت ده ما تمت كان أنجبت ما أنجبت كل المرة دي عندها دور مهم كان في الرجل كله كان هي دورها مهم ده كان ما أنجب كله في الرجل ده بكان هذا هو بأرفة لكن الوالودة ده هي إطايا أنا الله زول كان ما ولد ده إتا ما تشيفة كلا شيء الزول كان ما أنجب كله إتا شيفك شيفا بينه وضع الله يا ما أنت ضاطي أنا الله نادي ما دخل في مشاكل هنا الزول ما ولد دخل في مشكلة أنا الله ما أدري هو ما دخل للزول ده صحيح أنينا كان ما أنجبتي وأيروكي ده بوجاكي لكن نادم ده دخل في مشكلة أنا الله والناس اللي بدخلوا في مشاكل أنا مرة المويل داد بدخلوا في مشكلة أنا أي زول الله ما انطدى هم دخلوا في مشكلة أنا الله ما دخلوا في مشكلة حقنا أنين وأنين قلبنا ما برده ما أدري كان قلبنا برده ده ما نكمل وما نزالوا ذاته ما نزالوا عشان نادم ده دخل في مشكلة أنا الله الله ما انطق والزول ده أدخل في مشاكل أنا الله ما أدخل في مشاكلنا أنين ما تشيف الزول ده ناقص زول ده لا ما ناقص الله بس ما انطى أي شغل ده زول الله بنطيه بشيله إن شاء الله الأنجب وجابوا إيال كله أنين نشوف نفسنا ده أنين كل نشوف نفسنا معاهم سوا هم بيشوفون أنين ناقصين لكن هم ما عارفين أنين لو ما قارين كله عارفين الله قال والرسول قال ده أنا أعرفه والله يهادوهم والله ما يدخلهم بتم في مشاكل هنا نسأل ما ولده ولا مشاكل هنا نسأل آخر وأنين كمان الله يصبرنا والله يفتلينا.